مكملين سنيور 2 مع بعض حل أسئلة المعاصر بالنسبة لشابتر 5 sensitivity in the plant. Question number 10 بيقول the high concentration of auxins causes the, يعني التركيز العالي من الأوكسنز هيسبب إيه؟ طيب increase of elongation of root cells, زيادة في استطالة خلايا الجذر. مستحيل. ليه مستحيل؟ لأن أصلاً تركيز الأوكسنز بيؤدي إلى وقف والتالي دي ما تنفعش. increase the elongation of root and stem cells برضو هنا مستحيل. هتقولي لي بس الستام تنفع، بس أنا هنا الجملة معايا ستام ومعايا روت وبالتالي دي كمان ما تنفعنيش. decrease of elongation of stem cells، نقص في استطالة إيه؟ خلايا الساق. يعني خلايا الساق دي مش طبعا المفروض ان التركيز العالي في الستام بيؤدي الى increase the elongation وبالتالي دي ما تنفعنيش. the high concentration of auxins causes the decrease of elongation of root cells، نقص في استطالة خلايا الجذر. يعني اللي هو بمعنى او equal لكلمة inhibition او وقف، وبالتالي هي دي الإجابة اللي تناسبنا. The opposite figure represent a plant seedling that was placed in a pot hanging upside down on one side. Which of the following figures expresses what happening for the seedling after passing several days؟ بمعنى إن الشكل المقابل يمثل نبات تم وضعه في الصيص اللي هو حوض للزرع، ثم تنكيسه، يعني حطيناه على جنب كده، حطيناه بوضع ان احنا نايمناه على جنبه، اللي هي الجملة بتاعت hanging upside down on one side. اي من الاشكال الاتية، which of the following figures، اي من الاشكال الاتية هتوضح لي ايه اللي هيحصل او what's happening for the seedling after passing several days. تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل لو انا حطيتها كده شوية وضع horizontal position؟ انا عارف ان اللي هيحصل الستم هيبتدي ان هو ينمو grows upwards والroot downwards. تمام؟ انا هنا ما عنديش اي حاجة بتقولي ان لا في light ولا في water ولا اي حاجة. اذا التأثير الوحيد اللي هيكون في الوضع ده هو مين؟ الجرافيتي. والجرافيتي بتقول ان الستم تبقى upward والroot downward، وبالتالي دي اللي تنفع. ما ينفعش اختار دي لان هنا الستام متعرجة شوية، فما ينفعش اختار دي. الاختيار الامثل هو نمبر بي. all the following statements are correct except، كل هذه العبارات صحيحة ما عدا the stem is positive phototropic and negative geotropic. انا بدور على الجملة الخاطئة. فاكرين كلامي لما كنا بنحل؟ انا بدور على الجملة الخاطئة. انت لو رجعت حتى في المعاصر هنا او في البوكلت في كده البيج نمبر 70 هنا في المعاصر، هترجع تلاقي جدول كده هو مجمع لك فيه مين اللي نيجاتيف ومين البوزيتيف. ده سؤال مباشر ممكن يحله سهل جدا. وبالتالي ده ستام از بوزيتيف فوتوتروبيك، الستام بوزيتيف فوتوتروبيك اند نيجاتيف جيوتروبيك، دي جمله صحيحه وانا بدور على الجمله الخاطئه ما تنفعنيش. ده ستام از نيجاتيف جيوتروبيك، صح، بس هو positive hydrotropic، لا هو كمان negative hydrotropic. تمام؟ وبالتالي دي جملة خاطئة. أنا بدور على الجملة الخاطئة فدي الجملة المناسبة لي. the root is negative phototropic and positive hydrotropic. أيوة الجذر يعتبر negative بالنسبة للضوء و positive بالنسبة للمية، دي جملة صحيحة وأنا بدور على الجملة الخطأ. the root is positive جيوتروبيك، الجذر يعتبر موجب الانتحاء الارضي، بيتجه ناحيه الجرافيتي، وبوزيتيف للموتر، بيتجه ناحيه الميه، ودي جمله صحيحه. وانا بفكرك لرابع مره احنا بندور على الجمله الخاطئه، والجمله الخاطئه هي نمبر بي. In each of the phototropism and geotropism for the stem in a horizontal position، يعني في وضع الانتحاء الضوئي والأرضي بالنسبة للساق اللي في وضع horizontal، يعني في وضع أفقي اللي هو الوضع كده، الأوكسنز act in the same direction of the stimulus. هل هنا بيحصل إن الأوكسينات أو تعمل الأوكسينات كلها في نفس اتجاه المؤثر، يعني بتروح في اتجاه المؤثر؟ طب تعالى شوف كده، لا في الفوتوتروبيزم
مع الستم الاوكسنز بتروح في المكان اللي بعيد عن الضوء، اذا دي ما تنفعش. طيب the auxins get away from the stimulus، الاوكسنز بتبعد او get away from the stimulus، لا لان في حاله الجيتروبيزم لا ده انا عندي الاوكسنز تتراكم في اتجاه الجيتروبيزم فبرضه مش هينفع اختارها. the auxins inhibit inhibit the growth of cells، الاوكسينات بتوقف نمو الخلايا، لا بالعكس في الستام بيحصل زياده او بتعمل اكسلريت الريت اوف جروث. طب نمبر دي the auxins stimulate the growth of cells، هنا بيقول لي بتوقف، وتوقف دي موجوده المفروض فين؟ في الروت مش في الستام. هنا بيحصل لما بيحصل تراكم للاوكسينز بيديني تسارع للنمو، وبالتالي نمبر دي the auxins stimulate the growth of cells، دي تمشي وبالتالي هي ده الاختيار. نمبر 14 in all the following cases the auxins inhibit the elongation of cells، في الحالات الآتية الأوكسنز inhibit the elongation of the cells except in the case of، بمعنى أن في جميع الحالات التالية تقوم الأوكسنز بوقف استطالة الخلايا، بتمنع الخلايا أنها تنمو ما عدا في حالة واحدة. إيه الحالة الواحدة؟ كل الحالات اللي فيها روت هيبقى فيها وقف، أنا هدور على الحالة اللي فيها ستم لأن حالة الستم هي دي هتبقى الإكسبشن، فيبقى الاختيار بتاعي نمبر سي، ان لو حصل ان الاوكسنز موجوده في الستم في الوضع الهوريزونتال بوزيشن مش هيؤدي الى وقف نمو الخلايا، بالعكس ده هيؤدي الى زياده. زهقنا من الجمله دي، ودايما كنا بنقول خلي بالك الاوكسنز في الستم حماده وفي الروت حماده تاني خالص، في الستم تؤدي او leads to accelerate the rate of growth، تسارع وزيادة معدل النمو، أما while in the root leads to the inhibit أو the inhibition of the rate of growth، وقف إيه؟ معدل النمو، وبالتالي الاختيار هيبقى C. 15 which of the following statements agrees، مين من الجمل الآتية تتوافق with the nature of the auxins action، مع طبيعة عمل الأوكسنز. تمام. number A بيقول when their concentration increases in the cells of root، لما بيزيد تركيزها في الجذر leading to the activation of elongation، بتنشط عملية الاستطالة. طبعا لا، ما لسه قايله ان accumulation of auxins in the root leads to the inhibition، يبقى دي جملة خاطئة. تمام. وانا بقول اي من الاتي يتوافق، انا بدور على الصح مش بدور على الخطأ. When their concentration decreases in the cells of stem leading to the inhibition، لا stem ومعها inhibition ما تنفعش، stem يمشي معها activation elongation of the cells أو the rate of growth، وبالتالي الجملة دي خاطئة تنفعنيش. They are not affected by the external stimuli in all directions، يعني أنها لا تتأثر بالعوامل الخارجية، لا طبعا دي جملة خاطئة لانها تتاثر بالعوامل الخارجيه، وما احنا بندرس ايه light و humidity و gravity، كل دي عوامل خارجيه مين بتتاثر بيها الاوكسنز. يبقى هو بيقول لي they are not، وبالتالي دي جمله خاطئه انها تتاثر، مش تتاثر، هو كاتب هنا are not لكن الصح انها are affected، وبالتالي تعتبر جمله خاطئه ما ينفعش اختارها. they transfer from up to down in horizontal position of a seedling، انها تنساب من اعلى الى اسفل في الوضع الافقي البادرة او للنبات. انا لو تخيلته عندي اهو ادي البادرة ودي هي التيب اوف كليوبتايل، هبص الاقيها انها تنساب من فوق up to down، هنا التيب اوف كليوبتايل تبدأ الاوكسينات تنتشر كده، وبالتالي تعتبر دي هي الجملة الصحيحة. تمام. مكملين الاسئلة بتاعتنا بتاعت المعاصر. عندنا هنا question 16 the structure that found in mimosa، التراكيب الموجودة في الميموزا، نبات الميموزا اللي احنا قلنا عليه بيسموه بالعربي نبات المستحية، واللي بيستجيب respond to the darkens الظلام، وبيستجيب إلى touching اللمس، and similar to the action of joints، لو ترجع للفيديو اللي احنا شرحنا فيه الميموزا كنت بكرر وبأكد عليك خلي بالك من حتة أن البالفيني act as joints، بالفيني يعني اللي هي الانتفاخات اللي موجودة في الميموزا تعمل كمفاصل عشان تعمل حركة في
نبات الميموزا، تمام؟ وهترجع تسمع ميموزا تاني لما تاخد سينيور 3 سبورت اند موفمنت، الدعامة والحركة. هتمثل الميموزا نوع من انواع النباتات اللي بيحصل فيها حركة، لان الاوراق بالليفلت بتاعتها بيحصل لها انها هانج داون وورد، او انها تبدو سيمز زي as they has they have wilted، كانها دبلت او كانها مكسوف، عشان كده بيسموها بالعربي نبات المستحيل. فمين الاجزاء اللي موجوده في الميموزا اللي شغاله عندنا كمفاصل joints؟ هي بالفيني. What do you expect to happen in each of the figure number 1 and 2 when the seedling were placed in the light؟ بيقول لحضرتك هنا ماذا تتوقع ان يحدث في كلا من الشكلين 1 و2 اذا وضعت هذه النباتات او البادرات في الضوء، تمام؟ طب تعال نبص هنا، انا عندي ادي نمبر 1، في عندي الجيلاتين وبيحتوي على الاوكسنز، تمام؟ وهنا الضوء متجه من هنا، فايه اللي هيحصل؟ اكيد الشكل رقم 1 ده هينحني ناحيه الضوء، لان الاوكسنز هتبدا تنتقل الى الجانب ده تتراكم هنا. طب لما يحصل تراكم في الجزء ده هيحصل elongation للسلز، ويبدأ يحصل هنا ايه؟ كيرفتشر، تمام؟ انحناء كده. طيب هنا انا عندي الجيلاتين free of oxygen، يعني مفيش oxygen، وبالتالي مفيش oxygen عشان تبدأ تتراكم في اي جزء ويتتأثر بالضوء اللي متوجه لها من جانب واحد، وبالتالي هنا مش هيبقى فيه استجابة، لكن هنا هيبقى فيه استجابة، وهيبقى ان الشيب نمبر 1 هيبقى الستام pans to the light. الإجابة بتاعتي the seedling number 1 pans toward the left side، left side اللي هو ده الضوء هنا في الجانب الأيسر، تمام؟ and the seedling number 2 doesn't pan، لم تنحني أو مش هيظهر عليها أي نوع من أنواع الكيرفتشر، وهتبقى دي هي الإجابة الصحيحة. هنقف لحد هنا ونكمل الفيديو الجاي الأسئلة المقالية الخاصة بشابتر 5.